حياكم الله. نبي نستعرض احنا وياكم منتج جميل هذا اللي حاط بالسياره. جهزنا مكان قاعده هنا مظلمه، نبي نشوف كيف نستخدمه في البر مثلا ولا في اي مكان ما في اناره. عباره عن مغناطيس نحطه هنا، نفتح الاناره بهالشكل بعدين نشغله. هذا زر التشغيل، هذه اعلى قوه ممكن تكون للاناره. شوف المكان كيف مضى. في قوه ثانيه، هذه قوه ثالثه، قوه الرابعه الاحمر، هذه للسيفتي للامان يعني، وهذه لو نسم الكفر تقدر تشر. فمنتج مره جميل وجبار. في ايضا حاجه ثانيه جميله، خلونا نسكر نطفيه، طفيها سكرها بعدين نشيلها. فيها زر ثاني هنا نقدر نشغل فيه كشاف، كشاف قوي جدا جدا، هذا اعلى قوه في الكشاف، شيء جبار صراحه. شو كيف يوصل هناك 70 متر تقريبا، خلينا نشوف هنا كيف يوصل. شوف الجبل ما شاء الله مبين. طبعا في ثلاث قوات ايضا للكشاف، قوه الاخيره بعدين فلاش لو تبي تنادي احد. طبعا يتحمل درجات حراره عاليه جدا جوا السياره ما عليه خوف، ويشحن منه الجوال بعد طفيه. ايضا هذه الومنيوم قوي، تستطيع انك تكسر القزاز في حال انحبست في الداخل. منتج جبار صراحه، كل سياره تحتاجه. يباع في متجر مكعب، ممكن تحصلونه عنده ان شاء الله. موفقين خير ان شاء الله.